السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزان. بفيديو اليوم بدي أتحدث عن صدمة كبيرة لنا كمستخدمين بمؤتمر هواوي القادم بمدينة ميونخ الألمانية. بكل تأكيد معظمكم سمع عن الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، أو خلينا نسميها الحرب التجارية بين ترامب والصين. هذا الشيء أدى لفرض أمريكا ممثلة بترامب للكثير من الضرائب والتعريفات على البضائع الصينية المستوردة، وضمن هالمامعة تم تضييق الخناق وفرض الكثير من القيود على الشركات الصينية ومن ضمنها عملاق الهواتف الصيني هواوي. ومن المرجح أن تاريخ 19 سبتمبر القادم سيهز عالم الأندرويد، وهو موعد إطلاق هواوي لهاتف الرائد الجديد الميت 30 بمدينة ميونخ الألمانية. والصدمة الحقيقية أنه سيكون أول هاتف ذكي من هواوي بدون تطبيقات جوجل بعد سحب الأخيرة للترخيص من هواوي. يعني لأول مرة رح نشوف أحد أفضل الهواتف بالعالم بدون متجر جوجل بلاي، وبالتالي لن يصبح بالإمكان تحميل التطبيقات بشكل مريح وآمن وسلس. ولكن رغم ذلك قد تطرح هواوي الهاتف بنظام الأندرويد على اعتباره نظام مفتوح المصدر خال من حقوق الملكية، يعني ليس ملك لأحد. ولكن بهذه الحالة سيكون استخدام الهاتف محدود بدون وجود متجر جوجل للتطبيقات، ولا يوجد بدائل مريحة وآمنة لتثبيت التطبيقات. حتى لو ما كنت مستخدم لأجهزة هواوي أو لهواتف هواوي، فلازم تعرف أنه هذا التغير رح يقلل من المنافسة مع الشركات الأخرى، وبالتالي هذا الشيء رح يرفع أو يزيد من أسعار الهواتف ويضرنا نحن كمستخدمين. جدير بالذكر أن هذا التغير لن ينطبق على هواتف ولوحيات هواوي الأقدم المعروضة بالسوق حاليا، يعني هاي الهواتف واللوحيات رح تضل تتلقى تحديثات للنظام والتطبيقات. شاركوا معي أراكم حول هذا الموضوع، وهل أنتم من مستخدمي أجهزة هواوي؟ كان معكم إلهام بوزان، شكرا لكرم المتابعة، تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء في فيديو قادم.